أود بالمناسبة أيضا أن أتوجه إلى التونسيين منذ الآن بالحر الثاني. سنحيي المولد النبوي الشريف بعد أيام، مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولكن لدي احتراز. يوم أمس كنت أتابع الأخبار، ومن بينها أخبار تتعلق بأحياء ذكرى المولد، وتمت الإشارة إلى هذا بمهرجان المولد النبوي الشريف، ليس مهرجان قرطاج أو مهرجان الحمامات أو مهرجان دقة، مهرجان يقام بمناسبة المولد النبوي الشريف. يعني لابد من تدارك هذا الخطأ، مهرجان بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما قال أحمد شوقي: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة.